صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يحصل لمن صام ستا من شوال في يومي الاثنين والخميس الأجرين، أم فقط يحصل له أجر الست من شوال؟ إذا صادف الاثنين والخميس، صادف الاثنين والخميس صيام الست، فيرجع أن يحصل له الفضيلة ثانية. نعم. صلى الله عليه. أما أنه يتعمد يقول بقى خليه الاثنين والخميس، كل اثنين وخميس لما ينتهي الشهر، هذا التكلف، هذا من التكلف. والمطلوب 6 أيام متتابعة إذا أمكن، هذا أحسن، التتابع أحسن. نعم، من التفريق. نعم.